دي عمارات مجموعة 121 في البيت 12، تعتبر أكتر عمارات هنا خلصانة، ودرجة التشطيب بتاعتها بدأت يعني بدأت درجة التنفيذ بتاعتها بدأت تزيد، يعني بدأوا في التشطيبات الداخلية أهو والخارجية. طبعا الواجهة معمولة على حجر مايكا اهو، دي حاجة جديدة موجودة هنا في مدينتي، يعني الواجهات الحجر المايكا ده بتفكرنا بمجموعة بمنطقة الار 3 في العاصمة الإدارية. كل دي مجموعة 121. طبعا احنا قصاد مننا هنا منطقة مولات بتتعمل او منطقة خدمات، عمارات المجموعة 121 كله شغال، يعني الطرق شغالة، بتوع الكهرباء بيشغلين، الصرف شغالين، تشطيبات خارجية وداخلية شغالين، الحجر، كل الناس شغالة بصراحة، كل حاجة. ما هم بيركبوا كوبيسات الحديد بتاعت البلكونات هنا خلصانة اهو. ده عندي عمارة 1 و2 و3 و4 وخمسة وستة وسبعة، كل ده العمارات دي خلصانة. حتى هنا عمارة 1 مركبين هاند ريل الستانلس ستيل، وده طبعا جديد هنا في مدينتي، يعني مركبين الهاند ريل بتاع المدخل الستانلس ستيل، وطبعا في حجر مايكا في المدخل. المجموعة اللي بعدها دي مجموعة 125، برضو نسبة الشغل فيها برضو متزايدة ومتسارعة. عندي في عمارات بدأت تخلص اهوت، كل دي مجموعة 125. طبعا احنا وصلنا من العاصمة الإدارية، هناك هو البرج الأيقوني، بس طبعا في غيامه كده فالصوره مش واضحه قوي. يعني قصاد مننا مجموعه الابراج بتاعت حي المال والاعمال، ظهر قصاد مننا من هنا كده واحنا موجودين في مكاننا مش من فوق في الارض اهو، والابراج ظهرت كده بتاع العاصمه الاداريه على مرمى البصر قصاد مننا على طول في مجموعه 125 او في البيت 12 عموما. يعني احنا هنا دلوقتي هنا بداوا يشطبوا اهو، في عمارات بدات تشطب. كل دي مجموعة 125.